النجم محمد بركات بيقول عن بيسألوه عن راتبه، قال له والله ما اعرف كام. انتوا عارفين محمد بركات بقى لما يطلع بره الجو الالتزام بيبقى طبعا عارفين يعني بيرسم الضحك على اي حد. قال ما اعرفش كام، لكن انا بقول ان ممنوع تسلل اي فرد لمعسكرات المنتخب وغرف اللاعبين، واتعهد بعودة الانضباط والالتزام. احسن حاجة لما يكون حد عارف هو بيعمل ايه، مع احترامنا طبعا للجميع، مع احترامنا للجميع. بركات لعيب ذكي جدا، او شخص ذكي جدا، بيعرف امتى يهزر وامتى يتكلم جد وامتى ياخد الاجواء وامتى يخلي الجميع ملتزم وامتى يخلي فيه شده وامتى يخلي فيه ضحك. بركات شخصيه ذكيه جدا، وان شاء الله ينجح نجاح باهر في منصبه ده.